واش سمعتوا بالخبر اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول تسوية وضعية المهاجرين بدون أوراق في بلجيكا خلال 2019؟ ربما سمعت به أو قريته في بعض المواقع وكتسول راسك واش بالصح هذا الخبر أو لا. والسبب أن هذا الخبر كيهم كل المهاجرين اللي ما كيملكوش أوراق الإقامة في بلجيكا، فإن الأسئلة كثرت في هذا الموضوع. موقعنا أخبارنا الجلية كان سباق في الاتصال مع أصحاب القرار اللي أكدوا لنا أنه ما كاين والو من هذا الموضوع وأن الناس فاهمين غلط. سمعنا بزاف الاخبار بان في البدايه ديال 2019 غادي يفتحوا الكواغد كيف كيقولوا عندنا بالدارجه، ما كاينش شي فتح الكواغد اللي غادي يكون في البدايه ديال السنه. بزاف الناس كانوا كيعملوا تليفون ليا وبزاف الاصدقاء كيقول كيسحب لهم بالله راه بلجيكا غتصوب الوراق من جانفي 2019، هذه ما كايناش. الموضوع ما فيه أن بلجيكا تأخرت في تطبيق واحد القانون كان الاتحاد الأوروبي حطه في 2011. شنو كيقول هذا القانون؟ مثلا الشخص اللي حصل على عقد العمل في بلجيكا كان كيمشي للجهات المختصة في معالجة طلب الإقامة ورخصة العمل المتمثلة في مكتب الأجانب ويقدم الطلب تماك، وبعد ذلك يتوجه للبلدية اللي كيقيم فيها للحصول على بطاقة الإقامة. أما الآن فأصبحت الجهة المختصة في معالجة الطلبات أي مكتب الأجانب هي المسؤولة على إصدار ترخيص العمل والإقامة بدون الرجوع للبلدية. كما أن موقع الخدمات الفيدرالية في بلجيكا ما عمره ما تكلم على تسوية أوضاع المهاجرين الغير الشرعيين في بلجيكا،